بدر برسلي بدون القابل لأن اسمه لقب انا ادري اللي بقوله يضايقك واعرف تواضعك الجم لكن ما راح يكون مناسب اني اطلع وما اقول منو بدر برسلي اللي الكل يعرفه انا احترت ابي اعرف او اعرف هذا العلم شلون أقدمه شو اقول عنه ان قلت مخرج قليل عليك ان قلت كاتب قليل عليك ان قلت مقدم شويه ان قلت شاعر فوق الشاعر اللي قدمته والله فوق بدر ورسلي صدق بالنسبه لي وبالنسبه لكل اللي اعرفهم صدق احساس تاريخ تراث وطن بدر ورسلي مرني غريب والهان مسحور مسموح تاخرتي بدر ورسلي اعتب عليه الله يا خوفي عليك محتاج لها واعترف لك بدر برسلي شاركم شمشاركم مقصكم وقرابكم بدر برسلي لينك لينك انا تيمور لينك ها إيش اشق ما تخيط بدر برسلي يا بو يا أبو. تراهم يا أبو. انا اعتقد كل اللي في الملاعب ليابا والكاس وغنوها يمكن ما يذكرون سالفة يا يابو يا أبو تراهم يا أبو بدر برسلي يا أم أحمد قومي طلي وأم الثلاثة أسوار ووطن النهار باختصار أنا بالنسبة لي بدر برسلي قطعة تمثل الكويت تاريخ يمثل الكويت وأنا سعيد جدا أني أقابلك وأتشرف جدا أني أسمع منك وأستفيد منك وانهل مع المشاهدين انت استاذ من عرفت. استاذ يا سيدي انت استاذ مساك الله بالخير يا استاذ النور يا, يا, يا هلا أهلأ بس حلوه هذه بدر إن شاطكم شو شاطكم عجبتني ترى حلوه <تصفح> وايد حلوه هذه ودشداشتك اوه عاد الدشداش اه بدينا بقاء لا 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 جد بدينا بقاء يعني يعني, لون الدشداشه والغوله تراثيه تراثيه الكابوس مو تراثي كلش شلون سويت هالخلطه هذه؟ <applause> اي بس اللون لايق اه <applause> هذه هذه فيها هذه <applause> آه قبل فتره دقيت على احد ابناء العم الله يرحمه المرحوم ايوب حسين الايوب الله يطيب ذكره ان شاء الله وقلت حق ولده وفارس فارس الله يذكره بالخير ابي افصل نفس دشاديش المرحوم يا اخي قولته غير يعني جربت عند كذا خياط يسوونها يابسه يسوونها كذا قلت له ابي خياط الوالد الله يرحمه دلني على الخياط ودلني على محلات الخام اللي ياخذ منها جزاه الله الف خير وانا لان كلامنا في جزء منه تراث وفي جزء منه حديث قلت خل نسوي هالتشكيلة كب حديد و... وتراث وتراث بس على ال... ال... طاري رحمة الله عليه أستاذ أيوب أنا أتذكر لما كنت مخرج في تلفزيون الكويت في في السبعينات أي قررنا يعني الإدارة قرروا أن نسوي شيء للألعاب الشعبية ووكلوا امر الاخراج لي. زين. اول ما جاء على بالي الله يرحمه استاذ ايوب قلت له وهو, له وهو لامع من الستينات كان. جدا. اي فقلت لهم شوفوا لنا هالريال هذا خلي يقودنا لطريق السلامة في الالعاب الشعبية. لان اي لانك لان هذا تراث ومو وقت اختراعات ولا هو وقت شطاره ولا هو وقت واحد هذا انا انا اعرف كل شيء اي فيبون لنا هالريال يوجهنا شنو انواع الالعاب الشعبيه؟ مقصي كل اي الالعاب الشعبيه كلها اي عنده دقه في وصف صدقت في وصف الالعاب والتكوينات اللي اللي بنصورها تبهر مم تبهر ما يتكرر الحين في شباب واعدين يكتبون عن التراث وعن هذا الا ان هذا الرجل يعني لا يعوض عجيب 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 ولحق على حقبه ايه؟ صعبه ورحمه الله عليه كان يمتلك ذاكره فوتوغرافيه على ما قاله و... لانه فنان ايه؟ تشكيلي اولا واخرا يعني ايه وفي لكن للاسف احنا 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 في الكويت والدوله وزارة الثقافه الاعلام والثقافه وهذا يعني نكرم بدر ورسلي لانه سوى غنايه نكرم فلان لانه غنى غنايه نكرم فلان لانه عمل مسرحيه اي ما على بالنا نكرم قامه مثل قامه ايوب حسين بشكل من الاشكال ليتذكر اولادنا واولاد اولادنا ان في يوم ما كان في الكويت رجل اي همه وطنه وتراث وطنه وتراث وطنه وعادات وتقاليد للاسف ما, ما, ما انا شفت بيت العثمان مسوين له لا لا هو أكبر من اكبر من أي؟ جزء في بيت العثمان قصدك بالتكريم انه يكون التكريم له أي أي بعد وفاته سموا عليه مدرسه وبعد يستاهل يستاهل ولكن يستاهل بالفعل والتكريم بوجودك دائما اجمل واحلى معلوم معلوم فشخصيه الله يرحمه بس زين سوى اللي خلاك تسوي هالدشداشه الزرقاء ولا عرفت انا من وين حمود وين حمود؟ حمود حمود يا حمود هناك حمود <applause> مفصله دشداشه طلسه والله انا قرمزي قرمزيه شلش فضحتوني انت وأنا ما ادري ايش السالفه ما ادري ايش قعدوا وقالوا لك <تكلمة> قالوا لي كل شيء <تكلمة> إيه انت ابونا يا حبيب قلبي حبيب قلبي آه، نحكي عن التراث كنا كيف وحفظ التراث آه، توك تراثنا في خطر ابو ناصر جدا جدا لأنه مح... إح... احنا م... احنا مهتمين فيه احنا ننظر للاخر اي ما ننظر للداخل اللهجه الكويتيه اللهجه الكويتيه بعض البعض اسال الله يسامحه يتطنز عليها يعني اي, أي. انا في يوم من الايام ممكن كتبت شغله قلت فيها عن اللهجه الكويتيه حتى اذا سولفنا كل سوالفنا شعر. الله. لهجتنا جميله وحلوه وفيها طعم غير، للاسف قله قليله اللي يهتمون بهالموضوع. اما الباجي فهذا جزء من تراثك حتى أصبحت اللهجة عندنا لهجة ما أدري شو صايرة كوكتيل خليط كوكتيل هذا حتى لو انا الربع بعض الشباب يقول لك تفضل يبي له مترجم يقول عنك ايه يبي له مترجم عن بدر بورسلي من حقه يقول كذي ايه من حقه يقول كذي لان لا احنا نستعملها في اعلامنا مم. ونستعملناها في اعلامنا نستعملها لان في حتى الدراما بين قوسين الكويتيه بين قوسين ايه تسمع حكي ما لنا علاقه فيه ما لنا علاقه فيه اسامي يا ريال مشاري طول عمرنا نسمع ابو مشاري مشاري الحين لا اسمه امشاري يلا فكها انت امشاري امشاري إيه. فهذا جزء من تراثك قاعد يضمحل اضف الى ذلك ما قصروا جزاهم الله خير الحمد لله اكو ديوانيتين على السيف ما ثلاث دواوين يذكرونك بالكويت ولا الباجي راح الباجي راح المباركيه المباركيه آه للاسف صارت ساحه كانت سكيك حلوه سكه ابن دعيمه سكه ابن دعيمه شكلها جميل طورناها طورناها الى فقدت هويتها هويتها صدق انا قبل يضاق صدري عندي هم حد خالي من الهموم عندي شيء مضيق خلقي اروح اصفط وانزل امشي ادور من سكه لا إيه إيه؟ حافظها مثل ما انا حافظ كفّيدي <applause> صجّي من استمتاعي فيها إيه؟ بس بالفعل انت احيانا تطوير الشيء مو دائما صح. مو دائما صح. ابد يعني لا الشرق شرق ولا المرقاب مرقاب. اي ولا جبله جبله ولا الفنطاس فنطاس. ولا فنيطيس فنيطيس ولا يهرى يهرى راحوا حلوا عمارات 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 لدرجه ان ضاعت ضاعت ضاع الشكل اللي المفروض يكون في جزء موجود م. نقول حق عيالنا وعيال عيالنا وعيال عيالنا هكذا كانت الكويت والله انعم علينا وصلنا كذي للاسف تصدق مره مسؤول في احدى السفارات الغربيه كان يسولف قال لي انتم في الكويت تحتاجون لاحياء الذاكره الوطنيه دائما فيبدو ان هذه ملاحظه المكانها صحيحه المكانها مع الاسف يعني بس يعني ارجو ان احنا ما نفهم احياء الذاكره الوطنيه هذه بغناوي وايد. يعني انا ريال اكتب غناوي. بس احنا وصلنا مرحله ان يعني نغني للوطن وما نسوي له شيء. نطلع فاصل صغير ونرجع عند هذه الجزئيه، نغني للوطن وما نسوي له شيء. طلعونا أبو ناصر نغني للوطن وما نسوي له شيء يا العيد الوطني انا وربعي م. وانا ماني بريء <applause> نكتب غناوي أي. للوطن للوطن نعم بعد اربع خمس ايام ينتهي العيد الوطني نرجع انت ناحر م. اللي يسبق وياخذ اكثر م. اللي يبي حق روحه وحق اهله م. واللي يبي حق ربعه ماكو احد يبي حق الوطن ننسى شيلوا القناوي يحطونها بالدرج ونرجع هذا احنا اذا مرينا بالشارع وشفنا شيء بدل ما نتصل ونقول والله يا جماعه في حفره نبتدي نكسر في عظام هالوطن هذا شوف متألم شوف وايد على الوطن معلوم شوفوا, شوفوا الديره الفلانيه شوفوا الديره الفلانيه شوفوا الديره الفلانيه شوفوا الديره الفلانية. هذا الفلانية. انت اللي تقوله ولا تقصد هم يقولون؟ احنا كلنا ككويتيين للاسف صرنا كذي ايه لأنك حفره لان اكو كرمك الله زباله لان اكو وكان الدول الثانيه ما فيها ما فيها هذه ابسط الامور ابسط الامور ابسط الامور هل يومين كورونا ما طلبت كورونا أي. كورونا احنا كلنا الكويتيين اهل الكويت ما نتعدى مليون ونص عندنا مليون ونص راي اي لان كل واحد فينا الا أنه سافر وراح شاف ديره يبي مثلهم يبي يطبق رؤيته الخاصه على الكل على الكل انا يهيأ لي لو احنا وقفنا كلنا مع بعض ما تي كورونا اتي حق بعض المسؤولين الله يهداهم يخليك ما يطلع يقول لك شكو السالفه ايش صاير ايش استوى وين رايحين صار صاروا يحاتون الاعلام والظهور الأعلامي يمكن بسبب الروح اللي قلتها اي اي بس وال... بس, بس هذا لا السوشيال ميديا في في لما تكون مسؤول لما تكون مسؤول لا اطلع أقولها مره وعشرين اي جزء من عملك اي وثلاثة من وأمية مسؤوليت آآ آآ المدارس ما يربون الروح الوطنيه في الطلاب ينطرون قلت لك العيد الوطني عشان يسوون غنايه في المدرسه مع ان انت اهم كاتب غنايه لكن انت متالم ان حب الوطن صار غنايه غنايه الغنايه المفروض تعبر عن حاله اي احنا مو إحنا ايه الحاله اي لذلك لذلك احيانا نبالغ واحنا نقول كلام في الاغنيه الوطنيه عن الوطن ما نقول الصج احساسنا الصجي ما نقوله اي نقول كلمات مركبه كذي بس داخلك مو هو وهذا خطا انت داخلك انه الصندوق يعطونك بيستين وداخلك كاتبها لله في لله أي. لاجل الوطن أي. خلي تاخر الدفع وشوف شو يصير بس كتبتها وايد كتبتها ع... أوا... وايد انا وياهم انا انا ما ابري نفسي لا لا انا اقول يعني هم قدمت اشياء بدون اي 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 قدمنا ايه ايه والاخوان و... قدموا اشياء جميله لا شك وتحاكي الكويت وشكل الكويت الجميل وما لنت... واللي نتمناه للكويت بس في 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 حشو وايد بعد انزين نقدر نطلع من هالحاله؟ اي نقدر يعني ودي نتفائل شوي يا عمي شلون نقدر نتفائل حب يعني حب انت عاصرت وايد حب مشاكل حب تحب 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 وطنك تحب صدق تحب صدق يعني ما تكون شايفه فريسه تبي لا تحبه صدق تحبه لان الكويت مو لان بير نفط وال مثل اهلنا الاوليين حبيناها قبل النفط اهلنا الاوليين عندهم مساكين يروحون بحر يموتون ويحيى يحيى يحي وهذا ما فكر انه ينتقد وطنه اها انت انت مضايقك مؤلمك وايد ان الناس تنتقد وطن يعني جرأت وايد على انتقاد وطنها بقسوه أي. اي يعني تنتقد حكومه انتقد حكومه حقك أي. تنتقد مجلس انتقد مجلس حقك, حقك هذه حريه ولكن تنتقد الكويت لا تخلط لا اكو اكو حد اكو حد الكويت ما تنتقد كلنا نعاني الله كلنا ودنا نشوفها اجمل الله وكلنا ودنا نقعد أه 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 الصبح نلقى الكويت جنة الله في الارض لكن لا ما انتقد الوطن لا تحرشون بالكويت مم. قولوا اللي تبون بس لا تقول الكويت لا تقول لا في حق الكويت هذا وطنك انتقد الفاعل انتقد الفعل كيف <applause> كيفك؟ بس ما تنتقد البلد يعني يعني الوطن يعني احنا مرينا بتجربه الغزو نعم اسال اللي طلعوا من الكويت ايش كانت حالتهم يبكون ليل نهار يبون الكويت يبون الرده وبعض اللي ما طلعوا هم ما طلع يقول ما بي انذل ما ادري وين اروح ما ادري ما ادري ما وين اروح ما لي انا هذا ما لي المهم الامل موجود دائما لأن دائما انت اللي جاي اليوم يلي تحب الكويت اي لا تقطع الامال لا تقطع الامال اي ما نبي نقطع الامال لا انا ما قطعت الامال لاني انا كتبت هذه ما الكويت يا صاحبي هي نهمة اليمال الله الكويت امك وابوك وهي ضحكة الاطفال اي انا اشوفها كذي الكويت من الحين اشوفها كذي لباكر لأن الله ياخذ امانتي بعد عمر طويل ان شاء الله فالالم اللي داخلك حبا في البلد اي نعم اي نعم انا ذيلا احكي عنهم اهلي وهلي وهل هل هل انتقدهم بس اهلي بس تحذير في محله ما تقول الكويت لا تقول الكويت ولا تقارن انتقد الكويت انتقد الفاعل انتقد الفعل بس لا تقول ولا تقارن الكويت في اي مكان في الدنيا في اي مكان ثاني في الدنيا كلها ما مثل لا تقول لي الغرب. الغرب لا تقول لي الشرق, الشرق لا تقول لي ايش سووا تقول لي ايش قالوا وش عندهم وش ما عندهم والله العظيم اللي اللي حتحصل له فرصه يروح اماكن في اوروبا ولا في امريكا ويدشها طب الكويت يحب القاع انت احنا شفنا برضه احيانا يقول حتى الهواء لو يقدر يحاسبك عليه ايه اللي تنفسه حاسبوك عليه الحمد لله على نعمة الكويت غير يعني الحمد لله على نعمة السكينة الحمد لله على نعمة الكويت انا ادري انت بتخلي كل هالمؤلفين الاغاني والملحنين يحاربوني لكن كله واحد علشانك كله واحد <applause> <لا> الله يسلمك <applause> عشان دشداشتك الزرقاء كله واحد عجبتك ها؟ وايد وايد خلاص يوصلك تسلم <applause> تفصال جاهز كذي <شديد> اضبطها <applause> لك عم ابو ناصر حق الشباب اللي شويه حاسين ضيقه الخلق النجاح مو بالضروره بس فلوس وماكو احد حياته ورديه من بدا لين وصل. تعثرت في حياتك كثير مريت بمشاكل كثير, كثير ازمات انا يمكن اقدر اشبي روحي بكل فخر. <applause> زين صديق الفشل يا زاملته كثير زاملته بس الفشل يصنع النجاح اللي ثابر يصبر مثابرة إيه والصبر إيه سمعه وتراه نصائح والله لأ لأ أنا صار صديقي يعني أنا تميت تميت يا طويل العمر عشر سنين أكتب غناوي ما حد درى عن إيه وكل و أكتب ماكو رد فعل ما توفق ولا حد حولك موجود القديم موجود أيه؟ ما راح يطلع؟ لا موجود موجود وسجل يعني م. بس كان كان ذاك الوقت ما اكتب بدر ورسلي لان اكتب بدر ناصر ايه ايه ف خالي رحمه الله عليه أول غناية طلعت بدر ناصر ورسلي ناداني قال تعال تعال أه. أنت أول انجح بالمدرسة تعال حط هدومك على راسك <تصفيق> صحيح فأنا <applause> ف... كل ذكاء غيرت شلت ورسلي بس خليت بدر ناصر يعني يكون, يكون طالع فيها أهم اكتشفها تخفي لا صادق أهم اكتشفها أي. وكتبت وائد وما تنجح واسكت وما تنجح واسكت بس احاول ما فقدت الامل لا 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 لو فاقد الامل لانك حاب الشيء اي لو فاقد الامل ما تشرف بالجلسه معك الله, الله نبي أول قصة نجاح بعد عشر سنوات من الفشل بس اطلع فاصل صغير وارجع اسمعها منك عشان ما نقطعها توكل على الله. ابو ناصر قلت عشر سنوات ما حد درى وبعدين جت قصة نجاح نبيها باختصار كذي بس للتوعية لل... عشان الناس ما تتعلم اليأس وتعرف أن الأمل دائما موجود أنا في 75 أنا بديت أكتب أغاني في 65 بديت من 65 في 75 كتبت غريب بس الكلام كان غير 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 ايه ها آه. وذاك الوقت عبد الكريم وعبد الرب ادريس نجوم وقلت لهم انا عندي غنايه اعطيتهم اياه تم اسبوع او اسبوعين وردوا يسمعوني تعال اسمع مم. وقعد غريب 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 انطر الباجي ماكو باجي. إيه؟ بس غريب قلت والباجي قالوا قطيناه. اوف بس احنا كلمه غريب. يازت لهم مدخل. المدخل كدخول. ايه وغير الكلام. قلت يا ولد ياتك لمكانك. ولا تضيع الفرصه. لا تضيعها. وتم اكتب غريب مره ثانيه بالشكل اللي الحين يسمعونه الناس تمينا تقريبا ثلاث شهور او اربع شهور طولت والله اي سجلت الاغنيه سمعتها اقول لهم ذاك الوقت قلت اقول حق ابو عادل وحق عبد الكريم مع ايه؟ حفظ الالقاب هذه غنايتنا اذا حد سمعها بعد ستة اشهر من كثر من كثر ما شفت بحياتي يعني اذا حد سمعها بعد ست اشهر احنا محظوظين والله يا ابو خالد ولا ايه ولا لا الناس طارت في الغنايه نزلت اي وطارت الغنايه ايه عاد الإخوان الباجي المؤلفين وهذا كانت جمعية الفنانين تجمعون فيها ناس وايد مو مثل أيه الحين. أيه فقالوا هذه الغلاية هذه بعد شلون اعبر عنها هذه اللي قالوا اللي قالوا يعني بما معناه هذه بيضة ديتش. اه اللي بس مرة العمر ياك التحدي. اي فقلنا نكمل سويت اعترف لك الله عقبها سويت باختصار بدت الناس تعرف من هو اكو واحد اكو واحد اسمه بدر بورسلي يكتب غناوي ترى زوين بس يكتب غناوي اي واغاني ايه تضرب اي اي ايه. وذاك الوقت الانتشار صحيح ؟ اي ذاك الوقت ما بسهولة لا لا ماكو ما, ما, ما الله اعطاك الا تلفزيون الكويت اذا الكويت وانت كيف ايه اي وانتم اذا اذا الله وفقك حطيت مشخار فوق يمكن تطلع لك البصره ومالت ارامكو ومالت ارامكو كلها مصارعه ايه ايه ما اعرف انا مالت ارامكو هذه اي لا اسالني <تصفيق> <تصفيق> المهم انا حقيقه ما اخذتها بالقبول مم. صابني مثل مثل الوسواس كل شيء لازم تبدا تخاف اكثر اي يعني قد ما اقدر اي فبعد بعد باختصار بدات الامور توضح سويت شغل حق عبد الله رويشد نجح اي سبحان الله سويت حق نبي الله حفظ الالقاب نجحت الاغنيه اللي سويتها سويت ثلاث اغاني وبدأت انتشر شوي 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 ولا اخفيك الى الحين لقيت م. اكتب هم داخلني الخوف هذا طبيعي ان أسأل ان شاء الله زينه أطلب الغنايه افصصها اعيد وازيد وأحاول قدر الامكان كل ما عندي احطه فيها يعني احط كل تفكيري كل تحاسب نفسك اي حاسب نفسي و والحمد لله الامور الحين ماشيه قلت عرفوا الحين انا كاتب اغاني لا كنت اذا قدمت تقدم ما تقدم بالفصحى لا ما أعرف ما تقدم بالفرصة. لا لا و... وتقدم باللهجة الكويتية ايه؟ ويمكن هذه من العلامات الفارقة يعني ما أدري شلون امتلكت هذه الجرأة ذيك الفترة يعني بعض الأشياء اللي نذكرها أو اللي شفناها يعني كان في ميل لتقليد بعض الدول العربية بأسلوب الغناء بأسلوب اللباس بالألحان بالأدوات الموسيقية ف و... وفي يعني مبالغة في إظهار العروبة وال لكن العروبة وفق مفاهيم معينة ولا العروبة ما تبي كلام عندنا فأنت جيت بهالفترة وصرت كويتي وايد كويتي هل كنت مستشعر خوف؟ لا على التراث على اللهجه لا 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 غيره على اللهجه ولا انا مولود بالكويت انا, ايه؟ أنا ولد هالارض هذه حالي حالك حال احب احب السالفه وابى اسويها بطريقتي انا مره اظن كلمتك كنت في في حتى في مانشيت انت كتبته وقلت لك ايه هذا هو اي تصدق تذكرها ناسي بس اي كان كلمه كذي قديمه كلمه, كلمة كويتيه اي اي اذكر اذكر اذكر, أذكر, أذكر و و جمال اللهجه جمال الكلمه جمال حكينا يا اخي عجيب يعني قعدت ويا الوالد رحمه الله عليه وعلى على, على والدتي رحمه الله عليها وعلى على خوالي على اللي في ربعي هذا ما في ما عندهم أحد يعني ما هذيل ربعي انا اه نتاج اه هالارض ما عندي الا الله زين عمو ناصر كان لك طلات اه مع الاذاعه واذكر مع حبيبنا الاعلامي احمد الفهد فمن ضمن الاسئله اللي طرحها عليك مره ان انت عن البدليات إيه؟ انت تحترم البدليات او ما تحب البدليات او تغتاظ <applause> البدليات انا ما احب البدليات واحمد احمد شويقين بعد اي <applause> وكانت تجربه جميله يعني وياه ويا الاخ خاسم عبد القادر والاخ وليد سراب والاخ خالد المليفي والاخ صالح دويخ تاثير تاثير التلفزيون تاثير اللهجات المتواجده في الكويت اثر على نطق البعض اي الدراما محتاجه مراجعه نصوص جدا يعني ان النص قبل جدا جدا والمفروض هذا على الاقل من الامور اللي تفرض محليا المفروض تلفزيون الكويت لازم يعرف شلون يتعامل وياها لازم او يعني يقول انا ايه؟ ما اخذ الا اذا يحط ايه شروط حط ايه؟ شروط لانك انت اذا تبي مسلسل لبناني تحطه على قنوات لبنان تلقاه مسلسل عراقي تحطه على قنوات العراق تسمع تشوف المصري كذلك السوري كذلك السعودي الـ الـ لو ان احنا ويا السعوديه قليل الفرق في حكينا بس تقدر انما انت اصل اصل لهجتك مثل ما قدر الاخرين يعصلون لهجاتهم يعني هم قدروا يعصلون لهجاتهم عندك ويأثرون عليك انت تقدر تسوي هالسالفه انا بعض الجنسيات العربيه اللي يعملون في لبنان يحكون لبناني ما تميزه عن اللبناني هذا هو ما هذا هو انت بس احنا ساعات احنا نخترع لهجه جديده لا لا احنا نحب مع الاسيوي مثلا اخترعنا لهجه إحنا حتى لو هو يعرف احنا احنا احنا, 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 احنا ترى والنا يعني لما توقف ويا لبناني لازم تحاكي لبناني لان تخاف تحاكي كويتي ما يعرف كويتي أي وتقعد ويا مصري تحاكي مصري لان ترى ما يفهم كويتي، لا يفهم كويتي يعرف ايش تبي وهذا بس انت وراح يتعلم يعني ايه مع الوقت انت كذي في لبنان لا يعني هذا اللي يجونك مثلا الاسيويين من لبنان يحكون الحكي اللبناني اي حكي يخرع مضبوط اي اي وبدك وما بدك وهذا ايه واحنا هنا نجاب ال يدبك يمكن بقى ايه نجاب الهنديه بابا ماما شنو بابا ماما؟ ايه ايه اخترعنا لهم لهجه رديفه احنا سويناها مو مو ما سووا شيء احنا سويناها خلينا نحكي بالماضي شوي عمي الشاميه ايش تعني لك؟ اه حلو ملاعب الصبا ايه الله اجمل ايام حياتي انا قضيتها بالشاميه، الشاميه تعلمت كل شيء. تعلمت الشعر، تعلمت الصداقه، تعلمت حبابه اهل الشاميه والحنين لما الحين لباكر يعني يأتيني لحظات أنت تذكر انا ساعات انا ويا خالد اقول خبر الشاميه. دش كذي. بس السكيك اي اي ايه اروح ايه. اشوف مدرسه الشاميه وشوف ايه. اشوف العاير اي سنه سكنتوها؟ عنا اظن 56 57 اوه جي. تأسيس اي تأسيس وهذا وحول فريج فريجنا وربعنا و واذكرهم وان شاء الله شلون تعلمت الشعر وان شاء الله وشال يذكروني انا تعلمني الاساسيات رحمه الله عليه خالد سعود الزيد اي انا مفتون في السالفه بس ماني عارف الدرب وهو عنده الاحساس هذا ان انا مفتون في السالفه يعني فبدا يعلمني ابجديات هذا الشعر خليل بن احمد تفاعيل وما ادري آه إيه, إيه؟ السوالف هذه كلها الى ليت فتره وانا اكتب اغاني اكتشفت أن لازم ايوز عن الخليل بن احمد شو تسوي؟ انا اكتب غنايه اغنيه الغنايه مشاعر مم. المشاعر احيانا تكون مبعثره اي هي ما ما فيها ما فيها قواعد اي فمو الميزان الميزان فعول فعل كيف فعل ولا ما فعل انا ما لي شغل فيه انا يكتب بالي اكتب قول قول انا احبك قول انا احبك خلت تطير الدنيا فيني، خليها يا ليش؟ كلمه تشبهت المشاعر بالسجي بس المايه اي يعني شلون؟ قول اللي ببالك، قول اللي ببالك، قول انت 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 قاعد وانت تكتب وتخيل الاخرين المتلقين ش ش تحاول تقرب يم احساسهم قد ما تقدر الاحساس البشري واحد فطرقتها السالفة و... وخذت الخط وخدت, وخدت دي دي. الـ 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 الطريقة اللي بس البداية كانت من الشامية ايه في الشامية من خالد سعود الزيد رحمة الله عليه الله يرحمه سعود الراشد رحمة الله عليه دوانيته شجعني وايد ايه شجعني و... ايام شيء يعني خلنا نطلع فاصل شيء وننتقل الى قسمنا الاخير، قسم المطبخ. توكل على الله. ابو ناصر. اهلا انا ادري ما تتعشى العادة الليل اي نعم بس انا جاي جاي ودي تنقنق وبسوي لك خفايف إيه لا انا تفاجات من المحطوط هذا كله لان ما تعودت اشوف كذي انا جاي وخيالي كان مرسوم على ربيان يابس إيه والله العظيم اني كنت بسالك تحب المربيان اليابس وهل اكلت يدّم ولا لا؟ سؤال وجيه. لو سألني هالسؤال ايه الحين قاعد اسالك اكلت انا ميدم واكلت واحب شو اسمه؟ شوف خلطه الجبن الله هو اكبر حبه حلوه ايه ينسون عجيب حبه البركه عجيب فلفل اسود عجيب. عجيب كزبر عجيب كزبر فلفل شوي إيه؟ شويه ملح ايه بيشفي على قولتهم هذه إيه؟ شوفها شوف شوف إيه؟ هاي الحركه هذه ايه ها ما شاء الله شم الخليل يا هذا استمتع بالحياه هذا الحين قاعد تستمتع انت الحين جدا ما تتخيل هذا شو اللي حطيت ايه هذا زيتون, زيتون, طال عمرك نقل وهذه شويه مكسرات من باب الاجراءات الصحيه إيه؟ وهذا طماط كرزي او طوالي حتى مو كرزي وايد جايب لك طروح تحب الطروح الله هذا الجمال هذا شنو زيت زيتون ما شاء الله اصلي راح تختلط كل هذه النكهات وكل هذا الجمال ما شاء الله وراح تعرف ان 200 جرام جبن ممكن تتحول المقادير 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 وجبه المقادير شنو هي؟ فاخره هذا اللي حطيته بس هاي المقادير شوف 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 زينه عاد تصدق روح اي كسرها يا عجيب وحطها كذي هذا اللي زهبنا ايه؟ الحين طال عمرك نزهب وين هذا يلا نسمي بسم الله بسم الله هني زيتون هذا زبدة وهذا زبد ترى الزبد صحي والله يعني شلون من اي زين. ناحيه؟ زين زين ايش زبدة ايش زبدة زبدة بقرية مم. مم. هذا يقول لك يمنع الاحتراق وهذا شوية فلفل اسود وهذا شوية ثوم محثرب ميبس وهذا بعضاً من السوم الشرايح إيه؟ وهذا شوية اورجانو ايش قاصرنا بعد يا طويل العمر؟ هذا هذا شو خضرة هذا فلفل ما علاقة روزماري ها؟ وهذا فلفل إيه؟ لا ماني مستعمله إيه؟ كان لزوم الزينة اها الحين على ما يسخن ايه راح ننزل عليه بصل وطماط ومعجون ونشرخ البيض مم. هذا بيض وحاط عليه شويه زعتر طازج آه يعطيك رونق وجمال والله انك فنان انا اشوفك بانستغرام بس ما لقيت السالفه كذي <applause> عوده اه هي عوده بس المساعد مالك وينه؟ حمود اي هذا صاحب الافكار موجود كاه وراء الكواليس المفروض الحين دشداشه القرمزيه واقف يمك اوه والله العظيم شيء عجيب انا ما ادري ايش قالوا لك انا جايب له بيج جايب له لون الجينز فضحونا الشباب الله يهديهم لا هو, هو, يقول انا احب القرمزي يقول لك شويه كركم مع البيض يطير زفرته ما شاء الله عليك ها؟ <applause> ما شاء الله عليك. يطير زفرته. خوش دشداشة. اوه وعد وعد. مشاغله على هندسة لين يخلص. ابرك الساعات. ايه. هذا بصلنا. مشكلة الحين هذه اللي يسمونها تكشينه ما ادري الكش احسنت والله تعرف ترى تطبخ تطبخ اي نعم اطبخ تطبخ اي نعم أطبخ. واضح لا ولان بعد حمود مو موجود فبدك مساعد يا اتشرف والله هذا متى؟ تالي بس انا ابي هذه هذا دي. شوي بس بقى بقى شوي عن الجبنه هذه تبي تذوقها الحين؟ لا لا انا عارف واحد بيطق عليها الحين عقب ما تخلص لا والله والله العظيم قاعد 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 ينطر <applause> اول حرف من اسمه <تصفيق> اسمه ابو <applause> علي <applause> اي شوف 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 ما شاء الله خطة حلوه الحين قط عليها الطماط كله ما يضر تبي حست هذه خلاص يعني؟ حسناها بس تبارك بحوستك. بدل تبارك خلاص خل لما بس لا ابي بس والله زين الخبز اللي واقف هنا هذا خبز لبناني بالطياره؟ خبز صاج لبناني واصل الكويت بالطياره. يعني اللي مسوينه من ضيعه والله زين من يعني عاد ما يندره وهو مثل مال الضيعه بس يدزون بكميات تجاريه لكن آه مو مزعج بالهضم وين تلقى السوالف هذه؟ اكو والله محلات متخصصه اكو كم محل متخصصين يبون هالسوالف ذاك اليوم لقيت عندهم كرز شوف شوف شوف, شوف. بدا المنظر شوف شوف آه. شفت الدهن؟ يا يا لقيناه ايوه احلى ايام العمر لقيناه فاللي يعتقدون انه السالفة سهله بيض وطماط اي لا لا ما غلطانين صعبه آه ممكن شي. طبخه المكبوس يمكن ما تاخذ جهد مثلها ايوه والله الله, الله من قد اليوم مو من قديك. انا بس حمود بس يعرف انه يعني ممكن الاستغناء عن خدماته اي باي لحظه في وجودك ها ما شاء الله الحين هذا اللي تبيه لو تشوف يا حمود هالحركه الله 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 لو الله تشوف هالحركه يا حمود الله الله الكاميرا تشوف لا اوف افا اي اي شوف الحين شوف 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 ها بدا 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 ايه لا حد هذه شغله عجيبه نعطيه شويه فلفل اسود فلفل اسود مزاج عالي وجاهز طال عمرك لا انا ودي يعيدون الحلقه لسبب واحد ابي ربات البيوت يشوفون ايش كثر تعب الواحد عشان يسوي بيض طماطم بالبيت يحوسون لك ثلاث ثواني ويجيبون لك لا غير ذاك اعرف اسوي طماطه ومعجون وطقها شرخه واخلص لا انا قاعد هذا شيء فاخر شوف فاخر شوف. انا بس ودي واحد يشوفه بس بالدنيا هذه كلها واحد بس هذا البيض إهداء لابن الشامية الجالس وراء الكواليس. إيه الموقر. يستاهل. اي والله يستاهل يستاهل يستاهل. ويستاهلون المشاهدين إيه. الأعزاء. أشكركم جدا وأشكر العم و... بدر بوس. أنا اللي أشكرك والله جداً. العظيم. على أجل يعطيك الفرص. الصحة والعافية. يطول عمرك يطول آخر عمرك. آخر سؤال. تفضل. قطرة ولا شتاية؟ والله أنا أسميها شتاية أحيانا وأسميها قترة. اليوم ما حد يعرف معنى شتاية. ما لهم فيها الحين اندثرت اندثرت الحين دلاله على هذا اندثرت لدرجه ان انت من لابس شتايه ولا انت لابس قترة انا لابس كبوس كبوس إيه بس, هذا تراثي بس هذا هل... ترع... اللون الازرق عجيب بس اللون الازرق عجيب <applause> بيكمل ضغاط <بغارة> العم <applause> مشكورين ومشكور يا يعني. يعني الله يطول عمرك الله يطول